ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه النهارده؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. في الفيديو بتاع النهارده هنبتدي في اول درس عندنا في شابتر 3، وهو شابتر يعني بدايه حاجه بنسميها السيلولار ريسبيريشن والريسبيراتوري سيستم بشكل عام، وعايزين نعرف ايه هو السيلولار ريسبيريشن وايه علاقته بالريسبيراتوري سيستم وايه الكلام الكتير ده هوت. فاحنا هنبتدي في البارت ده هو طبعا في لسون 1. عندنا اول بارت هو انترودكشن تو ريسبيريشن عشان نبقى فاهمين الشابتر كله هيمشي ازاي، وهناخد جزء كده صغير بنسميه الجلايكوليسيس وهنعرف ايه هو. اوكي طيب، علشان نبتدي نتقدم في هذا الشابتر عايزين ندي مقدمه كده بسيطه. دلوقتي انا كبني ادم محتاج طاقه، كل يوم انا بصرف انرجي، كل يوم بعمل اكتيفيتيز، وكل يوم بنزل المدرسه او بنزل الشغل او محتاج طاقه، والطاقه ديت بستخدمها في حاجات كتيره جدا في جسمي. اوكي طب الطاقه ديت بنجيبها منين؟ اعتقد احنا كنا ماشيين طول السنه بنحاول نعرف الطاقه ديت بنجيبها منين. اول حاجه بنجيبها كانت من خلال النيوتريشن، باكل، بعد كده بعمل دايجستشن من خلال الدايجستيف سيستم، بعد كده ببتدي اعمل ابزوربشن. اوكي والابزوربشن دوت كان بيخش لي على فين؟ بيخش لي على الكارديو فاسكولار سيستم. ببتدي ان انا اعمل ترانسبورت، صح؟ باجي بعمل، بعد ما بعمل ترانسبورت بتيجي تسال نفسك إيه؟ ايوه then what، انا بعمل ايه؟ وبتيجي تبتدي تسال الابزوربت فود، الاكل اللي انت اكلته ده هوت ابتدى يحصل له ابزوربشن، يبتدي يسأل نفسه سؤال مهم جدا جدا جدا. لماذا نحن هنا؟ طيب إجابة السؤال بسيطة جدا، أنا بعد ما عملت absorption للفود ودخلته في الدم ووصلته، ببتدي إن أنا أخش في العملية التانية والمهمة جدا لجسمي، وأعتقد هو ده أساسا الحاجة الرئيسية اللي أنا يعني أكلت عشان الأكل كله، هو إن أنا أعمل كاتابوليزم. الله، هو ايه الكاتابوليزم دهوت؟ الكاتابوليزم دهوت كنا جبنا سيرته في الدايجستيف سيستم، وهو عباره عن حاجه بسيطه جدا ان انا بكسر الجلوكوز او الاكلات التانية اللي انا اكلتها وبحولها لانرجي. واعتقد دهوت هو اساسا الغرض الرئيسي لاكلنا الاكل اساسا، ان احنا بناكل علشان نطلع انرجي. اوكي طيب، قال لك الجلوكوز عشان يتحول لانرجي دهيت محتاجه اكسجين. اوكي كون ان هي محتاجه اكسجين يبقى بنسمي العمليه اوكسيديشن. تمام، بعد ما انا اسحب الاكسجين ده هو اتحمل فيه ايه؟ قال لك هخليه كربون دايوكسيد. تمام، قال لك والعمليه دهيت على بعضيها بنسميها ريسبيريشن. يعني ايه ريسبيريشن؟ ريسبيريشن معناها ان انا بحول الجلوكوز وبالاخص الجلوكوز لانرجي من خلال ان انا بستخدم الاكسجين، بعد كده بحوله لكربون دايوكسيد. العمليه بنسميها ايه؟ اوكسيديشن. يبقى لو احنا عايزين نختصر كلمه ريسبيريشن هنقول ان ريسبيريشن هي عباره عن اوكسيديشن اوف جلوكوز، عشان لو انت شفت كلمة دهيت في اي مكان تبقى فاهمها. اوكسيديشن اوف جلوكوز معناها ريسبيريشن. تمام، هنا بقى انا عايزك تنتبه لنقطة صغيرة جدا، ان انا بقدر احول الاطعمة الاخرى لانرجي، لان في ناس اعتقد ان هي واقع منها النقطة دهيت، معتقد ان انا بطلع انرجي من الجلوكوز فقط، والكلام دهوت غلط. انا بطلع انرجي من الفاتس واطلعه من البروتينز، ولكن لو انا عندي جلوكوز مش هستخدم الحاجات التانية. بالنسبة لي الاولوية دايما ان انا استخدم الجلوكوز. طب انا دلوقتي خلصت الجلوكوز، بعمل تمرين بقالي 10 ساعات، اوكي، والجلوكوز من جسمي كله خلص، ببتدي استخدم الفاتس. اوكي طب يعني ما عنديش فاتس اساسا واستخدمت كل الفاتس اللي عندي، ببتدي استخدم ايه؟ قال لك في اخر حاله بقى خلاص، ودهيت انديكيشن بالنسبه لي وحش جدا، يعني كون ان انا استخدمت بروتينز كده انا عندي كارثه. اوكي ده معناه ان انا دخلت في ستارفيشن، ان انا شخص يعني ما باكلش بقالي 3 4 5 6 اسابيع. اعتقد اكتر مثل بنشوفه زي الناس اللي بيبقى عندها مجاعات، بتلاقي ان هي خست خالص، لان انا خلاص بدات استهلك البروتينز اللي هي العضلات بتاعت جسمي، ببتدي ان انا اطلع منها انرجي عشان اعيش. اوكي طيب، يعني ايه بقى ريسبيريشن؟ يعني اعتقد كلنا لما بنيجي نسمع كلمه ريسبيريشن عمرنا ما كان بيجي في دماغنا كلمه اوكسيديشن اوف جلوكوز دهيت. كان بالنسبه لنا ريسبيريشن دهيت معناها ان انا بتنفس، بدخل هواء وبطلع هواء، كلنا كنا نسمع ان ده ريسبيريشن. امال ايه اللي انت بتقوله ده يا خالد؟ اوكي طيب، حقيقي هو في فرق واضح وصريح ما بين كلمة respiration وكلمة breathing. اوكي واعتقد كلنا بنقع في النقطة دهيت، واعتقد ممكن ناس تبقى اول مرة تسمع المعلومة دهيت. ايه هو بقى الفرق ما بين breathing او عملية تانية مصاحبة ليها بنسميها الجاز exchange والrespiration؟ طيب breathing اعتقد هو voluntary act of taking air inside and outside of our lungs. يعني كون ان انا بعمل شهيق، كون ان انا بعمل زفير، كون ان انا بتنفس، بحرك العضلات بتاعت صدري عشان ابتدي ان انا ادخل هواء واخرجه. اوكي ان انا بخرج الهواء او بدخله، ده هي عمليه البريذنج. طب عمليه البريذنج ده بتحصل ازاي؟ قال لك من خلال الريسبيراتوري سيستم.
الريسبيراتوري سيستم دهوت يا سيدي بسيط جدا، قال لك ان انا عندي دلوقتي الهواء بيخش يا اما من النوز يا اما بيخش من الماوث، اعتقد كلنا بنتنفس من بقنا ومن مناخيرنا، اوكي. بعد كده يخش في منطقه كومن ما بين الدايجستيف سيستم والريسبيراتوري سيستم، وانا كنت قلت لك عليها قبل كده، اللي هي الفارنكس. من الفارنكس لو هي اكل هتخش على الايسوفاجوس، طب لو هي مش اكل قال لك خلاص هخش على التراكيه، التراكيه اللي هي القصبه الهوائيه. طب من التراكيه ببتدي ان انا اتفرع الاثنين، الجزء اللي على اليمين والجزء اللي على الشمال عشان اروح للرايت لانج او اروح لللفت لانج، اوكي. طبعا دهيت اللفت لانج زي ما احنا متعودين، ودهيت الرايت لانج لان احنا في سور الاناتومي الدنيا بتبقى معكوسه شويه، تمام. فانا بخش بتقسم، التراكيه بتتقسم لبرونكاي، والبرونكاي بتفضل تتقسم اكتر واكتر لحد ما تحولي لبرونكيولز، اوكي. بعد كده البرونكيولز بتتقسم اكتر لكور صغيره جدا في الاخر بنسميها الالفيولاي، والالفيولاي دهيت هي بنسميها السنتر اوف جاز اكستشينج، واعتقد ان احنا شرحنا منها جزء الفيديو اللي فات. قلت لك ان الالفيولاي دهيت عباره عن كيس بيبقى مليان اكسجين بنسبه عاليه جدا، ويبقى الكربون دايوكسيد فيه قليل جدا. اللي بيحصل ان انا بيخش لي الفين عنده فيري هاي كونسنتريشن اوف كربون دايوكسيد وفيري لو كونسنتريشن اوف اكسجين، اللي بيحصل هيحصل لي ديفيوجن. الديفيوجن دوت هيخلي لي الاكسجين الجازز ده تتحرك ازاي؟ قال لك عندي هنا هاي كونسنتريشن اوف كربون دايوكسيد وهنا عندي لو كونسنتريشن، يبقى الكربون دايوكسيد هيتحرك لي من جوه الفين لجوه الالفيولاي، تمام. طب انا عندي هاي كونسنتريشن اوف اكسجين هنا وعندي لو كونسنتريشن اوف اكسجين، قال لك هيحصل العكس، هيحصل هيتحرك لي الاكسجين من الالفيولاي يخش لي جوه البلود كابيلاري. بعد كده هنلاقي ان احنا خلاص ابتدينا ان احنا نظبط الدم كده وندخل له اكسجين، بقى نسبه الاكسجين عنده عاليه ونسبه الكربون دايوكسيد عنده قليله. دهوت بنسميه ايه؟ دهوت بنسميه الجاز اكستشينج، اوكي. طيب يعني ببساطه الجاز اكستشينج دهوت لو احنا بنتكلم على يوني سيلولار اورجانيزم، اللي هي الاورجانيزم الصغيره جدا زي البكتيريا اللي هي ما عندهاش ريسبيراتوري سيستم، هي عباره عن ايه؟ عباره ان انا باخد برضو اكسجين وبطلع كربون دايوكسيد، بس بدل ما بطلعه في الريسبيراتوري سيستم بطلعه في الاتموسفير في الجو عادي جدا. وعندي بقى الحاجات زي المولتي سيلولار اورجانيزم زي الهيومنز، دول عندهم سيستم متكامل مسؤول ان هو يدخل ويطلع الاكسجين والكربون دايوكسيد، وبالتالي بأوبتين الأكسجين من الريسبيراتوري سيستم اللي هو بيجي من الجو برضو، بعد كده بطلع الكربون دايوكسيد، تمام؟ طيب يبقى دهوت البريذنج. إيه بقى بالنسبة لي الريسبيريشن؟ زي ما إحنا قلنا من شوية، عبارة عن إن أنا بحط جلوكوز أو بحط أي أطعمة أخرى في حالات نادرة، ببتدي إن أنا أعمل لها أوكسيديشن في وجود الأكسجين، بعد كده بطلع منها إنرجي على شكل ATP، بعد كده بطلع الكربون دايوكسيد بره الجسم خالص. إزاي بقى دهوت بيحصل؟ قال لك الجلوكوز دهوت، مش إحنا عندنا جلوكوز دهوت كان فيه 6 كربون، تمام؟ قال لك بص يا سيدي انا هعمل حاجه بسيطه جدا، انا هكسر شويه بوندز، تمام. وانا عارف طبعا انتوا شاطرين جدا في الكيمستري وعارفين ان احنا لما بيبقى عندنا بوندز لما باجي بكسر بوند بيطلع لي انرجي، اوكي. فقال لك الانرجي دهيت لما هاجي اكسر البوندز بتاعه الجلوكوز هبتدي ان انا بدل ما اضيعها هخزنها في بوندز تانية بنخزنها في هيئه الاي تي بي. الله انا برضو مش فاهم النقطه دي، فهمني اكتر. طيب عشان نفهم النقطه دهيت عايزين نعرف ايه هو الاي تي بي اصلا. الـ ATP ده هو شخص يعني جميل جدا وعبقري، مصدر الطاقة عندنا في جسمنا هي الـ Energy Currency عندنا أو عملة الطاقة عندنا في جسمنا، أو بنسميها الـ A، بنسميها الـ Direct Source of Energy عندنا في جسمنا. الـ Direct Source لأن الجملة دهيت مهمة جدا، الـ Direct Source المصدر المباشر إن أنا أخد Energy بتاعتي. طب الأدينين معلش الـ ATP ده هو بيتكون من إيه؟ بيتكون من 3 أجزاء. أول جزء عندنا هو الجزء اللي فوق دهوت، وهو في واقع امره نيتروجينوس بيز، اوكي. النيتروجينوس بيز واعتقد الكلام دهوت يعني ممكن نفتكره شويه من الدي ان اي بتاع السنه اللي فاتت، لو ما افتكرناهوش مفيش مشكله. المهم ان دهوت نيتروجينوس بيز بنسميه الادينين، اوكي. والادينين دهوت بيبقى من خواصه ان هو بيزك، وعلى فكره هتلاقي اغلب الحاجات اللي في الجسم بيزك، لان انا عندي البي اتش بتاع الجسم 7.4، مش عايزك تنسى دهوت. لو انت تفتكر البلود البي اتش بتاعته كانت 7.4، اوكي. ده أول جزء عندنا. طب تاني جزء عندنا، قال لك تاني جزء عندنا هو شوجر. الشوجر ده بنسميه ايه؟ بنسميه رايبوز. والرايبوز ده هو كان في واقع امره بنتوز شوجر. يعني ايه بنتوز شوجر؟ يعني كان فيه 5 كربون، بنتا بنتوز هنا بنتا بمعنى 5، وطبعا شوجر لان هو شوجر فيه 5 كربون، اوكي. هتلاقي ان الادينين ماسك في الرايبوز شوجر بكوفيلنت بوند عاديه، ما عنديش مشكله. طب وقال لك الكفه اليمين، قال لك عندي على الكفه اليمين 3 فوسفاتس، ولكن انتبه، اول فوسفاتيه هنا ماسكه في الريبوز شوجر بكوفيلنت بوند ما بتتكسرش، كوفيلنت بوند قويه جدا ما اقدرش ان انا اكسرها هنا نهائيا خالص، اوكي. ولكن عندي الفوسفاتات التانيين بمسكهم بهاي انرجي بوندز، اوكي. طب نقدر نستنتج من الهاي انرجي بوندز ديت ايه؟ ان انا ممكن اكسرها، ممكن اكسر البوند ديت مثلا واطلع الانرجي بتاعتها استفيد منها في اي حاجه،
اوكي. طيب ليه بقى اسمه اي تي بي؟ هو اي تي بي دوت بيرمز لايه؟ قال لك بص يا سيدي، مش انا عندي هنا، مش انا عندي في الكفه الشمال ادينين وعندي هنا الريبوز شوجر بتاعي، قال لك اجمع الاسمين على بعض، بدل ما تسميها ادينين وريبوز سميهم مع بعض ادينوزين. اوكي. وقال لك مش انا عندي في الجزء ده هو الثلاثه فوسفيت، طيب ثلاثه فوسفيت يعني تراي فوسفيت، تراي بمعنى ثلاثه زي الترايسبس كده، على فكره اسمها ترايسبس لان هي فيها ثلاث اجزاء، تراي فوسفيت يعني فيها ثلاثه فوسفيت. تمام. طب الـ ATP ده هو بستفيد منه ازاي؟ قال لك بص يا سيدي الـ ATP ده هو زي ما قلت لك من شوية عنده ثلاثة بونز، وأول فوسفاتي أول بوند في الفوسفيت ما بكسرهاش، بكسر البوندين اللي بعدهم. فأنا كسرت أول بوند أهي هنا اللي هي ما بين الفوسفيت رقم 3 والفوسفيت رقم 2. أوكي؟ طلعت لي إنرجي، الإنرجي دهيت لما جم حسبوها لأن هي من 7 تو 12 كيلو كالوري بير مول. لما بنيجي نحسبها بنحسب الأفريج بتاعها. أوكي؟ ما علينا، مش سيبك من حتة الإنرجي دهيت حتة كيمستري أكتر منها ما هي بوي. طيب باجي اكسرها، لما انا جيت فقدت دلوقتي، انا خلاص لما جيت كسرت البوند دهيت، الفوسفيت دهيت راحت في حته تانية خالص. اوكي كده بقى بدل ما عندي 3 فوسفيت بقى عندي 2 فوسفيت. قال لك الله، هو انا ينفع اسيب نفس التسميه يعني هي فيها 2 فوسفيت اسميها تراي فوسفيت؟ قال لك لا، سميها داي فوسفيت، يبقى ادينوزين داي فوسفيت. داي فوسفيت داي بمعنى 2، يبقى انا عندي 2 فوسفيت. طب ده هو بيحصل امتى؟ بيحصل في عمليه هيدروليسيس. احنا اعتقد كنا ماشيين في الجسم قلنا ان احنا بنكسر يا اما بهيدروليسيس يا اما زي ما احنا هناخد المره دي بنكسر باوكسيديشن، وديت هناخد يعني استنى على تفصيلها شويه، لكن الهيدروليسيس ديت كنا اخدناها في الدايجستيف سيستم. قلت لك ان انا لما باجي بكسر حاجه عامه في الدايجستيف سيستم وبعملها دايجستشن بضيف H2O، وكون ان انا بضيف H2O ديت بنسميها هيدروليسيس. اوكي. فانا لما باجي بعمل هيدروليسيس للاي تي بي بيتحول لي الاي دي بي. اوكي. على فكره لو خدت بالك في هنا انرجي بوند تانية ممكن نستفيد منها، يعني ايه ده ممكن اكسر تاني؟ قال لك اه ممكن تكسر تاني، اكسر البوند اللي هنا دهيت واطلع منها الانرجي بتاعتها، ساعتها بتحول من ادينوزين داي فوسفيت بقى عندي فوسفاتيه واحده. اوكي. الفوسفاتيه الواحده ديت هسميها مونو، مونو بمعنى واحد، يبقى عندي ادينوزين مونو فوسفيت. طبعا ادينوزين مونو فوسفيت انت مش هتحتك بيها خالص لا السنه دي ولا السنه الجايه ولا السنه اللي بعدها، هتحتك بيها ان شاء الله لو دخلت كليه فيها حاجه طبيه وفيها حاجه ليها علاقه بالطب يعني بشكل عام. وزي ما قلت لك البوند اللي عندنا هنا ديت ما بتتكسرش، فده اخر ستراكشر اقدر اواجهه خلاص عندي في الـ في الـ هو الاي ام بي. اوكي. طيب يبقى انا كده السايكل بتاعتي بسيطه جدا، قال لك انا عندي الاي تي بي لما باجي بكسره من خلال الهيدروليسيس بطلع الانرجي بتاعت البوند بتاعه بيتحول لاي دي بي. قال لك الله، هو انا ينفع كل ما اجي اعمل لي اي دي بي خلاص كده بقى ارميه في الزباله كفايه عليه قوي كده؟ قال لك لا، اعمل له ريسايكل. يعني ايه اعمل له ريسايكل؟ قال لك مش انت دلوقتي شلت فوسفيت؟ قال لك اه. اقول له طب بعد اذنك زودي فوسفيت تاني عادي جدا، يعني ايه المشكله؟ مش فاهم، مفيش مشكله خالص. تمام. قال له طب ازاي بعمل كده؟ قال لك بنعمل كده من خلال عمليه السيلولار ريسبيريشن. يعني انا غرضي الرئيسي في السيلولار ريسبيريشن هو ان انا ادخل الفوسفيت الزياده على الاي دي بي دهيت عشان احولها لاي تي بي تاني عشان اطلع انرجي. اوكي. بانسرت الانرجي بعد كده بحولها لاي تي بي تاني، والكلام دوت بيحصل جوه مين؟ بيحصل جوه الميتوكوندريا، وجزء صغير منه بيحصل في السيتوزول وهنعرف بعد شويه. تمام. يبقى ده هو بالنسبه لي هي قصه الاي تي بي والاي دي بي، عشان تبقى فاهم الاي تي بي ايه والاي دي بي ايه. يعني طول ما احنا ماشيين هتلاقي ان انا بحول اي دي بي لاي تي بي. اوكي. بعد كده بكسر الاي تي بي احوله لاي دي بي. مين اللي عنده انرجي؟ اللي عنده انرجي الاي تي بي. مين اللي ما عندوش انرجي؟ الاي دي بي. مين اللي لما باجي بكسره بيطلع لي انرجي؟ الاي تي بي. مين اللي لما باجي بدخل له انرجي بيبتدي ان هو يتملي ويعبي انرجي؟ هو الاي دي بي. اوكي. النقطه دهيت لازم تفهمها كويس جدا لان احنا محتاجينها في خلال الشابتر كله. اوكي. طيب دلوقتي عايزين نعرف ايه هي التايبس اوف ريسبيريشن بقى. احنا قاعدين عاملين نقول سيلولار ريسبيريشن سيلولار ريسبيريشن ومش فاهمين ايه هي التايبس الموجوده. طيب التايبس اوف سيلولار ريسبيريشن عندنا، وهنا دهيت هي سبب الغلطه اللي بيخلينا نفتكر ان الريسبيريشن دهيت هي نفسها البريذنج اساسا، ان انا عندي نوعين من الريسبيريشن. عندي ان الريسبيريشن بيحصل في حاجه بنسميها ايروبيك ريسبيريشن، ايروبيك دهيت يعني في وجود الاكسجين. اوكي. يا اما عندنا نوع تاني من الريسبيريشن بنسميه ان ايروبيك. ان هنا بمعنى without عشان تحفظها. اوكي. عندنا مرض مشهور جدا اسمه الانيميا، ان معناها without وايميا معناها دم. ايه ده ثانيه، يعني انيميا معناها ان هو ما عندوش دم؟ لا لا، انيميا معناها ان هو عنده نقص في الار بي سيز. اوكي. وبالتالي انا عايزك تفتكر دايما ان هنا بمعنى without، يبقى انا لما باجي اقول ان ايروبيك يعني انا ما عنديش اكسجين اشتغل بيه. تمام. وبالمره كون ان انا ما عنديش يبقى انا بطلع لو اماونت اوف اي تي بي، يبقى الانيروبيك دهوت جسمي مش عايز يستخدمه، دهوت بستخدمه في سبيشال تايمز.
هتلاقي الناحية التانية بقى بيحصل العكس، أنا بستخدم أكسجين بطلع هاي أماونت أوف أي تي بي، بالأخص بيبقوا 38 أي تي بي، في الأنيروبيك بطلع 2 أي تي بي فقط. أوكي، إحنا في الليكتشر بتاعنا النهاردة هناخد الأيروبيك وهنفهمه بالتفاصيل، بس تاني أنا عايز أفهمك دلوقتي، أنا عندي نوعين نفهمها كده واحدة واحدة، عندي نوعين من السيلولار ريسبيريشن. أوكي، اللي الجسم دايما بيلجأ له هو الأيروبيك، ليه بنسميه البادي ديفولت، الديفولت السيت، عارف انت لما تيجي تجيب موبايل جديد وتلاقي ان هو على وول بيبر كده ما بتتغيرش، هو ده بالنسبه لجسمنا، دايما جسمنا عايز يمسك ايروبيك. طب ليه عايز يمسك ايروبيك؟ لان ده بيطلع لي اعلى انرجي، وانا جسمي طبعا مش عايز يبقى بخيل عن نفسه، عايز يطلع لنفسه انرجي عاليه دايما. اوكي، لان هو في بروسيس كتيره قوي عايز يعملها. اوكي، طب في بعض الحالات في سبيشال تايمز ممكن يكون عندي نقص اكسجين، ممكن في اي حاجه حصلت خلتني ان انا الاكسجين اللي واصل لجسمي مش كافي، هنتكلم عنها بالتفاصيل ان شاء الله. اوكي، فنبتدي ان احنا نضطر ان احنا نعمل انيروبيك. اوكي، الانيروبيك ده هو كميكانيزم بحاول اعوض نقص الاي تي بي اللي عندي وبطلع لو اماونت اوف اي تي بي، بس الانيروبيك ده هو ليه كارثه وهنعرفها ان شاء الله لما نبتدي ناخد الانيروبيك اللي هو ان شاء الله اخر بارت. اوكي، طيب بما ان احنا عايزين نتكلم على الايروبيك، عايزين بقى نعرف الايروبيك سيلولار ريسبيريشن دوت زي ما احنا قلنا بيحصل من خلال وجود الاكسجين. طيب الايروبيك سيلولار ريسبيريشن دوت بيحصل في 3 ستيبس، اول ستيب بنسميها جلايكوليسيس، وبالمناسبه الجلايكوليسيس بتحصل في الايروبيك وبتحصل في الانيروبيك، وانا بقولها لك من دلوقتي عشان تبقى فاكرها. اوكي، بعد كده عندنا الكريبس سايكل والالكترون ترانسبورت تشين، اكتر ناس مميزه للايروبيك هم دول، لان انا من غير الاكسجين مش هقدر اخش ابدا لا على كريبس سايكل ولا على الالكترون ترانسبورت تشين، لكن لو انا ما عنديش اكسجين هقدر اعمل جلايكوليسيس عادي جدا، ما عنديش اي مشكله، لكن انا مشكلتي في الاثنين دول. اوكي، ودول اساس ان احنا مش هنتكلم عنهم المره دي، هنتكلم عن الجلايكوليسيس. بس قبل ما اخش في الدرس انا عايزك بس تفهم حاجه، الجلايكوليسيس ده هي عمليه بتحصل في السيتوزول، السيتوزول دوت اللي هو يعني قريب للسيتوبلازم، هم اخوات. السيتوبلازم دوت عباره عن مكان جيل موجود في الخليه في اورجانيلز، السيتوزول دوت هو نفس السيتوبلازم بس من غير الاورجانيلز. اوكي، مش مهم، المهم يعني اعرف ان هي سيتوزول، يعني هي حته فاضيه بعمل فيها جلايكوليس. اوكي، طيب تمام جدا. الكريبس سايكل بقى والالكترون ترانسبورت تشين ما بيحصلوش في السيتوزول، بيحصلوا في الميتوكوندريا. ازاي؟ تعال نبص كده مع بعض على الرسمه البسيطه دهيت. انا دلوقتي عندي الجلوكوز، وهنتكلم بقى خلاص هنا على الجلوكوز، سيبك من الفاتس وسيبك من اي حاجه تانية. الجلوكوز بيخش لي الخليه، بيخش لي السل، بيبقى في السيتوزول. اوكي، هو شوف هي نفس السيتوبلازم مفيش حاجه، لكن السيتوزول يعني هو عايز يقول لك بالسيتوزول ده هو ان هو المكان الفاضي، المكان الفاضي اللي مفيهوش اورجانيل. اوكي، واخد بالك؟ طيب بيحصل لي جلايكوليسيس فين؟ في السيتوزول. بعد كده بيبتدي يحصل لي ايه؟ يبتدي بعد ما بعمل الجلايكوليسيس يبتدي يحصل كونديشننج، يعني ايه؟ بتاكد في اكسجين، اسال نفسك الخليه بتسال نفسها في اكسجين؟ قال لها اه، قال لك طب ماشي يا سيدي توكل على الله يلا وخش لي الميتوكوندريا ابتدي شغلك. اوكي، انا هعمل كريبس سايكل وهعمل الكترون ترانسبورت تشين. تمام، والكريبس سايكل والالكترون ترانسبورت تشين قلنا ان شاء الله هناخدها في البارت الجاي. طيب عايزين نبتدي دلوقتي بالجلايكوليس عشان نبقى فاهمين العمليه ماشيه ازاي. هنبتدي بالجلايكوليس. طيب الجلايكوليسيس حرفيا المعنى الحرفي بتاعه جلايكو بمعنى جلوكوز، ولايسيس بمعنى بريكنج داون، يعني انا في الجلايكوليسيس غرضي ان انا اكسر الجلوكوز. طب بكسر الجلوكوز لايه؟ قال لك بكسره للاند برودكت بتاع اللي احنا بنسميه البايروفيت او البايروفيك اسيد. الكلام ده بيحصل فين؟ قلنا في السيتوزول. تمام، طيب يعني زي ما احنا ماشيين احنا قلنا الغرض اساسا الرئيسي من السيلولار ريسبيريشن ان انا بكسر الجلوكوز لاي تي بي. هل ده اي تي بي؟ ده مش اي تي بي، دي بالنسبه لي لسه اول خطوه في ان انا اكون اي تي بي، ان انا بكسر الجلوكوز لكومباوند سمبل اكتر. تمام، طيب الجلايكوليسيس ديت منقسمه لتو ستيجز. اول ستيج عندنا بنسميه انرجي سبيندنج فيز. يعني ايه انرجي سبيندنج فيز؟ عارف انت المقوله اللي بتقول لك لكي تجني المال عليك ان تدفع المال؟ واخد بالك؟ هي نفس الفكره، الجلايكوليسيس بالظبط بتتبع نفس الاستراتيجيه دهيت. قالت لك انا عشان اعمل اي تي بي لازم ادفع اي تي بي، فبالتالي اول ستيج هتلاقي ان احنا بنستهلك اي تي بي، وفي تاني ستيج هتلاقينا ان احنا بنبتدي نعمل اي تي بي. اوكي، فتعال بص على اول ستيج عندنا. احنا دلوقتي اول ستيج عندنا بنلاقي ان انا عندي الجلوكوز اهو، الجلوكوز عندنا فيه 6 كربون. تمام، اللي هما زي ما انت شايفه، انا عايزك تركز في الرسمه لان ديت اكتر حاجه هتفهمك. اهو ال 6 كربون اللي هو احنا عارفين الجلوكوز C6H12O6. اوكي، ال 6 كربون اللي هما مين؟ اهو 1 2 3 4 5 6. تمام، قال لك الجلوكوز اول ما بيجي يخش الخليه انا محتاج احبسه. ليه يا عم تحبسه؟ قال لك لان الجلوكوز بالنسبه لي بيقدر يعدي من البلازما ممبرين عادي جدا، ما عندوش اي مشكله.
واخد بالك، ليه الشانلز بتاعته، بيعمل ديفيوجن براحته، بيتبع عادي القوانين الطبيعيه بتاعه الترانسبورت اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده. فالجلوكوز ممكن يخش الخلايا ويطلع لي تاني، انا استفدت منه في ايه؟ قال لك بس انا اول ما يخش لي الجلوكوز لازم احبسه. ازاي يا عم هتحبسه؟ قال لك بص، السر عندي في اي سل، انا عشان احبس اي حاجه اديلها فوسفات. يعني ايه اديلها فوسفات؟ زي ما بقول لك كده، اديلها فوسفات، مسك فيها فوسفات. قال لك طيب يعني انا مسكت الفوسفات ده هيت علشان امنع خروج الجلوكوز بره السل، تمام؟ طيب قال لك هتسمي الكومباوند ده ايه بقى؟ انا دلوقتي عندي اهو 1 2 3 4 5 6، في الكربون رقم 6 مسكت فيها فوسفات. قال لك ماشي، سميها اسم خطير جدا، سميها جلوكوز 6 فوسفات. ليه؟ لان انا الفوسفات بتاعتي ماسكه في الكربون رقم 6، تمام؟ قال لك استنى 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 استنى، ايه اللي انت بتقوله ده؟ طب هو الفوسفيت دي انت جايبها منين حضرتك؟ هو الفوسفيت دي هتيجي كده منها لنفسها؟ قال لك لا، ما انا هنا اضطريت ان انا ادفع اول اي تي بي عندي، اوكي، علشان ابتدي ان انا اضحي. خلاص كده دي اول تضحيه ليا، ان انا بدفع اي تي بي، بسحب منها الفوسفيت بتاعتها، بعد كده بحولها لاي دي بي. ادي اول صرف انا صرفتها، اول دفع، اوكي. طيب بعد كده الجلوكوز 6 فوسفيت دهوت هنبتدي نعمل بيه ايه؟ قال لك بص يا سيدي، الموضوع بسيط جدا. اللي هيحصل ان انا، وده هيت يعني ما يعني هقول لك مالكش دعوه بسببها ايه. قال لك كل اللي بعمله حاجه مالهاش لازمه، ان انا بعمل حاجه اسمها ايزومرزم. يعني ايه ايزومرزم؟ قال لك بدل ما انا شكله بالنسبه لي عامل كده، هغير شكله حاجه بسيطه، هخليه كده. بص ما فيش اي حاجه اتغيرت، على نفس الاستراكشر، نفس يعني هو C6H12O6 طلع لي C6H12O6، نفس كل حاجه، بس دول بنسميهم ايه؟ بنسميهم ايزومرز. بدل ما سمينا جلوكوز نظرا لان هو شكله اختلف، قال لك لا، ما انا لازم افرق، ده هو شكله جلوكوز وده هو شكله فركتوز. الله، ايه ده؟ يعني انت عايز تقول لي ان احنا بقالنا سنتين بندرس الجلوكوز والفركتوز وهم طلعوا اخوات؟ تخيل، الجلوكوز والفركتوز اسمهم ايزومرز. يعني ايه ايزومرز؟ ايزومرز معناها ان هم عندهم نفس الكيميكال فورميولا ولكن عندهم ستراكشر مختلف، اوكي. يبقى في الواقع الامر الجلوكوز والفركتوز هم اخوات. طيب جميل جدا، يبقى زي ما احنا قلنا، انا بيحصل لي اول حاجه بيبقى عندي جلوكوز، الجلوكوز دوت عايز احبسه فبديله فوسفات، الفوسفات الجلوكوز 6 فوسفات دوت بعد كده بيبتدي ان هو يعمل له ايزومرزم، يعني يغير شكله، يا دوبك يغير الاستراكشر، يغير شكله بس، هو ما غيرش الكيميكال فورمولا، يعني فضلت زي ما هي C6H12O6 ولكن شكله اختلف، حولناه لفركتوز 6 فوسفات. طب ليه اسمه فركتوز 6 فوسفات؟ لان هو شبه الاستراكشر بتاع الجلوكوز ولكن اسمه فركتوز بقى المره دي، وبرده الفوسفات ماسكه في الكربون رقم 6، تمام. قال لك طب بعد كده هعمل ايه؟ قال لك بص بقى، هنا فيها زعله. ليه يا عم فيها زعله؟ قال لك اصل انت ممسك في الكربون رقم 6 فوسفاتيه، اوكي، والناحيه الثانيه في الكربون رقم 1 انت مش ممسك حاجه. قال له طب وليه؟ قال له يعني كده عشان منظرها حلو، يعني عيب انك تبقى ماسك في طرف عشان يبقوا متوازنين، واخد بالك؟ عيب انك تبقى ممسك في الجلوكوز رقم 6 فوسفاتيه وسايب الجلوكوز رقم 1 الكربون رقم 1 دهيت مش ماسك فيها حاجه. قال لك يا عم ولا تزعل، انا همسك لها لك فيها فوسفات، اوكي. قال لك طب الله، ده كده اسم، ده شكل كومباوند اختلف، طب اسميه ايه؟ قال لك بص يا سيدي، مش انا عندي هنا كربون 1 و2 و3 و4 و5 و6، صح؟ دي كربون رقم 1 ماسك فيها فوسفات، وكربون رقم 6 ماسك فيها فوسفات. قال لك بص، احنا هنسميها الاسم العلمي الجامد، فركتوز 1 6 داي فوسفات. يا سلام، بجد ابداع، عشان تعرفوا والله الدنيا سهله. يعني إيه؟ 1 و6 لان انا ماسك في 1 وفي 6 فوسفات. قال لك طب انا مش ماسك فوسفات واحده، انا ماسك 2. قال لك خلاص يا عم نسميها داي، داي معناها 2، زي ما احنا لما جينا قلنا ادينوزين داي فوسفات، داي فوسفات يعني 2 فوسفات. قال لك استنى 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 استنى، تاني، هو انت الفوسفات دهيت جايبها منين؟ قال لك ادي تاني تضحيه يا سيدي عملناها، دفعنا اي تي بي تاني، سحبنا منها فوسفاتيه واحده تحولت لاي دي بي، تمام؟ اوكي حلو جدا. بعد كده الفركتوز 1 6 داي فوسفات ده هتعمل بيه ايه؟ قال لك هبتدي ان انا نعمل بقى قسمه العدل. مش انا عندي هنا فوسفاتيه 1 2 3 كربون، وعندي هنا اهي فوسفاتيه 1 2 3 كربون. قال لك انا هقسمهم بالنص، هقسمهم بالنص اهو زي ما انا بالظبط عملت اهو، قسمتهم بالنص. طب لما باجي هقسمهم بالنص ايه اللي هيحصل؟ هيطلع لي اتنين كومباوندز شبه بعض بالظبط، لان هو في 1 2 3 وفوسفيت، 1 2 3 وفوسفيت، اوكي. قال لك الثلاثه كربون دول مع بعض لما بيبقوا كده جنب بعض بنسميهم ايه؟ بنسميهم جليسر الديهايد، جليسر الديهايد، اوكي. قال لك طب احنا نسمي الكومباوند دوت بقى كله على بعضه ايه بالفوسفيت دهوت؟ قال لك نسميه فوسفو جليسر الديهايد، واخد بالك؟ يعني هو جليسر الديهايد عشان فيه ثلاثه كربون وفوسفيت جروب زياده. قال لك طب ممكن نسميه اسم تاني؟ قال لك اه، ممكن تسميه جليسر الديهايد 3 فوسفيت، لان الفوسفيت ماسكه في الكربون رقم 3.
ثانية ثانية، هو أنت فاكر الفوسفور جليسرول ديهايد دهوت كان عندنا فين؟ البي جال، فاكر البي جال؟ البي جال كان موجود عندنا معانا لما كنا بنتكلم على الفوتوسينثيسيس. أوكي؟ وبالتالي بقى أنا عندي هنا بي جال موجود في البني آدم وبي جال موجود في النبات، لأن هو هيسألك فيهم، وأنا بأكد لك هيسألك فيهم. أوكي؟ الاسم التاني بتاعها جي 3 بي، بالمناسبة في البني آدم الاسم الكومن أكتر هو الجي 3 بي، ومش موجود عندك في الكتاب، مش عارف ليه. بس المهم يعني ان خلاص لو انت شايف ان هي في الكتاب بيجل خليها بيجل زي ما هي، بس عشان تعرف لو هي جات لك في السؤال الجي 3 بي او ساعات بيكتبها الجي اي بي كمان، اوكي ينفعه مفيش مشكله. طيب كده انا خلاص كده انا دفعت 2 اي تي بي، انا لحد دلوقتي دافع 2 اي تي بي في اول ستيب وفي ثالث ستيب، اوكي وكده انا عندي مشكله. قال لك انا جاي ادفع، انا يا عم انا عايز اكون اي تي بي، انت ايه اللي بتعمله دهوت؟ قال لك خلاص لازم كده نخش في ستيج 2 بنسميها الانرجي فورميشن فيز، انا دفعت فلوس لازم ابتدي اجني حصاد اللي انا دفعته، تمام؟ قال لك انا دلوقتي مكون 2 بي جال، صح؟ مش انا كنت ورا مكون 2 بي جال اهو، ادي واحده فوق اهي واحده تحت، تمام؟ يبقى انا هبتدي ب 2 بي جال، ال 2 بي جال دول بيخشوا بقى هنا. بص مبسطينها عليكم قوي، انا عايز اقول لك انا درستها في كليه الطب ليها تفاصيل كتيره جدا. البي جال دوت بيخش في سيريز اوف رياكشنز كتيره جدا، يكاد يكون 5 أو 6 رياكشنز زياده، اوكي؟ بيتحول لي للاند برودكت بقى اللي انا عايزه اللي هو البايروفيت او البايروفيك اسيد، اوكي؟ بالنسبه لي الغرض الرئيسي من الجلايكوليسيس هو تقريبا ان انا اكون البايروفيت دهوت، تمام؟ طب قال لك في العمليه دهيت، اوكي بقى دهيت بقى تفاصيل كتيره جدا، اللي بيحصل ان انا بكون 4 اي تي بي، اوكي، وبكون 2 ناد اتش، وهنتكلم عن ناد اتش والناد بعد شويه. انا عايز دي بقى حته بقى، هي دي الحته الغلسه شويه، هي دي الحته الحفظ، ان انا في حته ان انا بعمل البي جال بحوله البايروفيت، اوكي، بستهلك 4 اي دي بي بحولها ل 4 اي تي بي، وبس باخد 2 ناد بلس بحولهم ل 2 ناد اتش. طب ال 2 ناد اتش دول هستفيد منهم في ايه بعد كده؟ قال لك دول ان شاء الله هتستفيد منهم في الالكترون ترانسبورت تشين في اخر ستيب عندنا في الايروبيك سيلولار ريسبيريشن، اوكي؟ عايزك تنتبه لحاجه، لكل بيجا لوحده، لكل بيجا لوحده انا مكون 2 اي دي بي وواحده ناد اتش، عشان تبقى واخد بالك. انا الاثنين بيجا مع بعض كونوا لي 4 اي تي بي و2 ناد اتش، يبقى البيجا لوحده هتقسم على 2، يبقى البيجا لوحده بتطلع لي 2 اي تي بي وبتطلع لي 1 ناد اتش، تمام؟ قال لك طب والله هو البايروفيت ده هو اتحمل بي ايه؟ قال لك البايروفيت ده هو ان شاء الله هناخده بقى بالتفاصيل المرات الجايه، هيخش معانا في الكريبس سايكل، وهيخش معانا لو مفيش اكسجين هيخش معايا في ان ايروبيك ريسبيريشن. يعني هنا الشروط، هنا بقى هنا تبتدي تشوف الكونديشننج، ان انا لو انا عندي اكسجين قال لك تمام يا باشا انت زي الفل خش كريبس سايكل، اذا ما عنديش اكسجين قال لك لا استنى 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 خش لي ان ايروبيك ريسبيريشن، تمام؟ ايه النوتس اللي احنا لازم ناخد بالنا منها في الجلايكوليسيس؟ ان الجلايكوليسيس بيحصل لي في الايروبيك والان ايروبيك ريسبيريشن. ليه؟ انت خدت بالك احنا ما استخدمناش اي اكسجين على فكره، انت شفتني وانا بتكلم على الجلايكوليسيس قلت اي حاجه فيها اكسجين؟ ما قلتش اي حاجه فيها اكسجين، اوكي؟ وبالتالي بقى الجلايكوليسيس بيحصل لي عادي في الايروبيك وبيحصل لي في الانيروبيك ريسبيريشن، تمام؟ طيب ايه هدفي من الجلايكوليسيس؟ هدفي من الجلايكوليسيس والله هم 2 اي تي بي وبايروفيك اسيد. اللي انت بتقوله ده يا خالد، انت لسه مش قايل من شويه ان انا بكون 4 اي تي بي؟ يا سيدي افتكر معايا، انا 4 اي تي بي دول مكونهم في ستيج 2، اوكي؟ ستيج 2 دهوت بكون لي 4 اي تي بي. طب ستيج 1، مش انا ستيج 1 كنت دافع 2 اي تي بي، فانا لازم انقصهم، ما انا كده التوتال بتاعي في الاخر بقى 2، لان انا في 2 استخدمتهم في الاول، واخد بالك؟ والبايروفيك اسيد بعد كده بستخدمه زي ما بقول لك، هنتكلم فيه بقى بالتفصيل ان شاء الله المره الجايه، اوكي؟ طب في حاجه مهمه لازم نلتفت ليها، هو ايه السيجنال اللي بتخليني ابتدي جلايكوليسيس؟ ثانيه يعني، وانا ينفع اخش كده الجلوكوز ينفع يخش يبتدي جلايكوليسيس كده لوحده؟ قلت لك انا بتواجهني مشكله عنيفه جدا، وفعلا المشكله ديت عنيفه. الجلوكوز لما بيجي يخش السل، اوكي، بيخش يقول السلام عليكم بعد كده يخرج تاني. فقال لك استنى، طب ما انا لازم احبسه، ما انا ما ينفعش اخلي الجلوكوز كل شويه يخش ويخرج كده. قال له يبقى انا لازم يكون عندي شخص بيحبسه. مين الشخص اللي بيحبسه؟ قلنا الفوسفيت. مين اللي بيجيب الفوسفيت؟ الاي تي بي. يبقى انا علشان ابتدي الجلايكوليسيس لازم شرط عندي يكون الاثنين اي تي بي اللي انا هستخدمه في ستيج 1، اوكي؟ يبقى انا محتاج ال2 اي تي بي مولكيولز دول عشان ابتدي في ستيج 1. كل اللي ابتديت في ستيج 1 هتلاقي بقى ستيج 2 اشتغل والدنيا زي الفل، ما عنديش اي مشكله، اوكي؟ طيب تاني عشان تفتكر، التوتال اي تي بي عندي من الجلايكوليسيس هو 4 اي تي بي كونتهم في ستيج 2 و2 اي تي بي سحبتهم في ستيج 1، يبقى التوتال عندي 2 اي تي بي. ال2 اي تي بي دول اتكونوا فين؟ اتكونوا في السيتوزول اوف ذا سيل. وبالمناسبه زي ما قلت لك من شويه،
الجلايكوليسيس ده هو بعمله في الايروبيك وفي الانيروبيك، مش محتاج ميتوكوندريا. اوكي انا قلت لك بيحصل في السيتوزول فقط. طب بالنسبه لي هل المعلومه ديت مهمه؟ قال لك اه، لان انا في بعض الخلايا عندي في جسمي ما عندهاش اورجانيلز اساسا، زي مين؟ زي الريد بلود سيلز، وبالتالي الريد بلود سيلز بتعتمد اعتماد كامل على الجلايكوليسيس. يعني انت متخيل ان الار بي سيز بتعيش كل يوم بال2 اي تي بي دول بس؟ متخيل؟ يعني جسمي عمال يصنع اي تي بي 38 اي تي بي في وقت قليل، وقت يعني ضعيفهم بقى كتير قوي. لا، الار بي سيز بتعيش كل يوم فقط على ال2 اي تي بي اللي هي بتعمله، لان هي ما عندهاش اورجانيلز، ما عندهاش ميتوكوندريا، ما عندهاش اساسا اي حاجه. فبالنسبه لي ممكن يسالك سؤال زي دوت، يقول لك هو الار بي سيز بتعمل كريبس سايكل ولا لا؟ هتقول له لا ما بتعملش. طب هل بتعمل انيروبيك؟ هتقول له ما بتعملش غير الجلايكوليسيس يا ابني، ما بتعملش غير الجلايكوليسيس، لان هي ما فيهاش غير السيتوزول اساسا وما فيهاش اي اورجانيلز تانية. اوكي، طب ايه الخطوه التانية بقى؟ انا كونت البايروفيت، قال لك زي ما قلت لك من شويه، ان بريزنس، انا دلوقتي عندي الشرط الاو 2 بتاعي موجود، قال لك يا باشا اتفضل خش على كريبس سايكل. اوكي، طيب انا ما عنديش او 2، ما عنديش الاو 2، قال لك استنى بقى خش على انيروبيك ريسبيريشن، والكلام دوت هنعرفه ان شاء الله بالتفاصيل. طيب للفقره بقى اللي احنا كنا مستنيينها بقى لنا كتير، مين هو الناد ومين هو الفاد؟ اوكي، بقى لنا كتير قوي اتكلمنا عنها في البلانتس، واتكلمنا عنها دلوقتي في الهيومنز، وهنتكلم ان شاء الله السنه الجايه هتلاقي انك بتتكلم عنها تاني، ودخلت طب هتلاقي انك بتتكلم عنها تالت ورابع وخامس وسادس لحد طول العمر. طيب يعني ببساطه شديده انا عايز بس اقول لك ان انا الناد ده هو اختصار لكلمه بنسميها نيكوتين امايد ادينين داينوكليوتايد، ولو هو اخوه تاني اللي بنسميه الناد بي بنسميه فوسفيت. طيب تعالى نفهم القصة واحدة واحدة. دلوقتي أنا عندي فيتامين بيخش جسمي نسميه فيتامين بي 3، الفيتامين بي 3 دوت اسمه نياسين. أوكي، وفي فيتامين تاني أخوه اللي هو فيتامين بي 2 بنسميه ريبوفلافين. الفيتامين بي 3 ده هو من النياسين ده هو بيكون لي الناد، أو بيكون لي أخوه التاني اللي هو النات بي. أوكي، النات بي دوت إحنا شفناه في البلانت، والناد دوت إحنا شفناه في الهيومنز، دلوقتي إحنا بنشوفه أهو في الأنيمالز. هل ده معناه إن الناد أو النات بي موجودين في البلانتس وفي الأنيمالز بس؟ لا، الاثنين موجودين في البلانتس وفي الانيمالز مع بعض، هتلاقيهم في اشكال مختلفه. طب ايه الفرق ما بينهم؟ قال لك ما فيش فرق ما بينهم، الفرق ما بينهم يعني حاجه بسيطه، الفوسفيت دهيت، هل دي بتفرق؟ قال لك لا. اوكي، تاني اسمه ايه؟ اسمه النيكوتين امايد ادينين داينوكليوتايد، ولو هو في البي دهيت بنسميها اسم دهوت كله مع الفوسفيت اللي في الاخر. طب ومين هو الفاد؟ الفاد دهوت اخوهم برضو. اوكي، هنعرف الفانكشن بتاعتهم دلوقتي حالا، اسمه فلافين ادينين داينوكليوتايد. اوكي، ما فيش منه فات بي، هو فات بس، يعني الكلام دوت مش موجود، هو فات بس. تمام، طيب ايه بقى الناد والفاد؟ قال لك الناد والفاد دول بنسميهم كو انزيمز. كو انزيمز يعني ايه؟ كو انزيمز مساعد للانزيم، يعني هو بيساعد الانزيم ان هو يقوم بوظيفته. طب ايوه يعني بيعمل ايه؟ قال لك بص، عارف انت لما تجيب حد مثلا، تبقى انت شغال في مكان وعايز حد يجي يساعدك تشيل الحاجه، قال تقول لي اه انا عارف اكيد في ناس بتعمل كده. ايوه اهو، الناد والفاد دول شيالين، بيشيلوا ايه؟ بيشيلوا هيدروجين. ايه ده، هو في كومباوند عندنا في جسمنا كل غرض ان هو يشيل هيدروجين؟ اه والله، بس دي القصه كلها ان هو بيشيل هيدروجين. طب انا هستفيد من القصه شيالين الهيدروجين ده في ايه؟ هنعرف ان شاء الله لما نبتدي ناخد الالكترون ترانسبورت تشين. اوكي، فانا عندي اهو الناد او الفاد بيجي يمسك الهيدروجين بتاعته. لما بنيجي نمسك هيدروجين، لما بنيجي في اي رياكشن، واعتقد احنا طبعا شاطرين في الكيمستري، لما بنيجي نضيف هيدروجين العمليه بنسميها ريدكشن. اوكي، لو انا بضيف اكسجين العمليه بنسميها اوكسيديشن. تمام، لما انا ضفت هيدروجين قال لك ماشي، الناد دهيت هتشيل الهيدروجين، هيبقى اسمها ناد اتش 2 او ناد اتش بلس اتش بوزيتيف، علشان لو انت شفت الاثنين، لان في ناس شفتها اتلخبطت في الاثنين، مع ان هما الاثنين نفس الشخص. والله الناد اتش 2 هو نفسه الناد اتش بلس اتش بوزيتيف. اوكي، الفاد لما بيجي يشيل الهيدروجين بيبقى اسمه فاد اتش 2 بس، عمرك ما هتشوف فاد اتش بلس اتش بوزيتيف دي ابدا، الكلام ده غلط، هي فاد اتش 2 فقط. اوكي، لكن الناد هو اللي ينفع الاثنين مع بعض. طيب إيه؟ قال لك انا ماشي، انا دلوقتي شلت الهيدروجين، اكيد الهيدروجين دهيت هشيلها وارميها في مكان وارجع تاني زي ما انا، صح؟ بالظبط. قال لك انا دلوقتي الناد اتش 2 دهيت هروح ارمي الاتش بتاعتي، اوكي هرمي الاتش اهو بتاعتي في اي مكان، بعد كده ارجع تاني للوضع الطبيعي. طب انا لما رجعت لميت الاتش، كنا رميت الاتش دهيت بنسميها اوكسيديشن. تمام، لما باجي بتخلص من الاتش هتبقى عكس الريدكشن، عكس الريدكشن اللي هي الاوكسيديشن. تمام، بس كده، دي قصة الناد والفاد، وهي دي ببساطة حوار الناد والفاد، يعني اعتقد الدنيا بسيطة وسهلة. طب عايزين نعمل كده ريفيجن سريع على موضوع الجلايكوليسيس عشان نبقى فاهمين وخارجين، عايزك تحفظها دلوقتي عشان تبقى الدنيا معاك سهلة. انا بخش بجلوكوز عايز احبسه اديله ايه؟ اديله فوسفيت. الفوسفيت دهوت كان في الكربون رقم كام؟ في الكربون رقم 6، فسميناه جلوكوز 6 فوسفيت. هنا استهلكنا اول اي تي بي عندنا. اوكي،
بعد كده حصل ايزوميريزم، ابتديت ان انا يا دوبك اغير شكل بس الجلوكوز، بدل ما هو بقى شكله جلوكوز عملت تغيير بسيط في الستراكشر بس مش في الكيميكال فورمولا. يعني انا ما زال الاثنين نفس الكيميكال فورمولا C6H12O6، اوكي اتحولي لفركتوز 6 فوسفيت تمام. صرفت تاني اي تي بي، قال لك انا عايز اوزنهم مع بعض، حطيت فوسفيت في الكربون رقم 1 وفي الكربون رقم 6، بقى عندي فركتوز 1 6 داي فوسفيت تمام. قسمتهم بالنص لو انت فاكر، هو عندي الفوسفيت كان عندي كربون كربون كده كربون تمام اهو، معلش ثانيه اوكي، قسمتهم بالنص قسمتهم بالنص، اتبقى لي 3 كربون و3 كربون. ال3 كربون دول مع بعض، قلت لك ال3 كربون دول بنسميهم جليسرالديهايد، بعد كده الفوسفيت دهوت لوحدها فبنسميها بيجال او فوسفو جليسرالديهايد اوكي. البيجال دوت بيخش في سيريز اوف رياكشنز، عمليات كتيره جدا، يبتدي ان هو يكون لي البايروفيك اسيد، وهو بالنسبه لي اهم شخص اوكي. بالمناسبه الاستراكشر بتاع البايروفيك اسيد اوكي هو C3H4O3 اوكي. الاستراكشر دوت مهم جدا، وان شاء الله هنتكلم فيه اكتر يعني في التفصيل الجايه. بس عامه انا عايزك تنتبه برضو ان في حركه البيجال دهيت ان هو يتحول لبايروفيك اسيد، كونت 4 اي تي بي وكونت 2 ناد 2 ناد اتش. عايزك تشيل الناد اتش دهيت لان احنا هنحتاجها في الالكترون ترانسبورت تشين اوكي. كده انا اهو معايا 4 اي تي بي كونتهم وفي 2 خسرتهم، يبقى انا التوتال بتاعي اللي انا طلعته من الجلايكوليسيس 2 اي تي بي اوكي. كده الدرس خلص، اتمنى يكون الدنيا كانت مفهومه وسهله. إيه كالعاده لو عندك اي سؤال تقدر تسال على الواتساب، وفي جروب الفيسبوك وفي جروب التليجرام. إيه اتمنى يكون الدرس كان سهل ومفيد، وشكرا لكم جميعا والى اللقاء.